30 أفريل من كل سنة هو اليوم العالمي للاعنف التربوي، ففي كل 5 دقائق يموت طفل نتيجة العنف، ويعيش ملايين الأطفال الآخرين في خوف من العنف البدني والعاطفي والجنسي. وأيا كان السبب، فإن العنف يخلف ندوبا جسدية ونفسية لدى الأطفال، كما يمكن أيضا أن يؤثر في تشكيل علاقات الأطفال تجاه أسرهم وكذا مواقفهم طوال حياتهم. السنوات الأخيرة أصبح الطفل هذا يتعرض إلى العنف اللفظي، إلى العنف الجسدي والمعنوي، ولكن أيضا العنف الجنسي. هذا العنف هذا الممارس على الطفل يحد من طموحات الطفل، يعمل على أن الطفل هذا يصبح عرضة لكثير من الاضطرابات النفسية والانفعالية وإلى عدم النضج العاطفي، لأن هذا العنف يخلي أن الطفل هذا يفقد الثقة في قدراته، يفقد الثقة في من يتعامل معه، ويصبح إنسان تراوده دائما المخاوف، تراوده الوساوس، وهذا يعمل على عنده تأثيرات وعواقب حتى على المسار الدراسي والنمو الاجتماعي داخل الأسرة، ولكن أيضا في العالم الخارجي. لدى جميع الأطفال القدرة والرغبة على أن يكونوا سعداء وأصحاء وناجحين، ولكن مشاهدة العنف أو التعرض له يقوض هذه الإمكانات ويؤثر على صحة الطفل ورفاهه ومستقبله، ويمكن أن تدوم آثار ذلك مع الأطفال مدى الحياة. من الضروري الآن إلى أن نذهب إلى دورات تأهيلية للأولياء حول طريقة التعامل مع الأبناء، حول طريقة الحد من العنف الممارس على أبنائهم وضبط النفس، لأن كثير من الأولياء يتناسون أنفسهم. لا يمكن أن نربي أبنائنا ونربي جيل جديد بطريقة تقليدية، بطريقة العنف، وخاصة أنه أصبح فيه أشخاص يتفننون في أنواع العنف الممارس على الطفل. فمن الضروري أنه يصبح نضج عند الأولياء بطرق التربية السليمة والصحيحة، على أن نصل إلى ثقافة التبليغ أنواع العنف الممارس على الطفل، أيضا أنه نوصل إلى أنه الطفل هذا نفتح له للتصريح بداخله، بدأت الآن عن طريق الرقم الأخضر. إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، يمكن أن يلقى ما يقرب من 2 مليون طفل ومراهق حتفهم بسبب أعمال العنف بحلول عام 2030. في حوزتنا المعرفة والأدوات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك، ولكن الأمر يستدعي منا جميعاً المبادرة إلى تصحيح هذا الخطأ العالمي بتغيير سلوكيات البالغين ومعالجة العوامل التي تساهم في العنف ضد الأطفال.